السلام عليكم. اليوم رانا في الطريق المزدوج الذي يربط منطقة دواودة بمنطقة تسالى المرجى على امتداد حوالي 20 كيلومتر، وهذا الطريق اللي راح قيد الأشغال. هنا نشوف لاحظ أنه الجزء هذا راح تقريب مكتمل، والفيديو هذه فيها حوالي 32 دقيقة بين هذه النقطة تاع دواودة والنقطة تاع بلدية تسالى المرجى. سوف نقسمه إلى جزئين اليوم، لا نشوف نتابع الجزء الأول لمدة 16 دقيقة، سوف نتابع إذن كل المقاطع نتاع الازدواجية تاع الطريق هذا اللي يعرف عدة مشاكل، خاصة فيما يخص مشاكل تاع نزع الملكية نتاع السكنات اللي تقع في الرواق نتاع الطريق هذا نتاع الازدواجية. إذن واللي لاحظ هنا مثلا أشغال مازال غير مكتملة من الجهة نتاع اليمنى للطريق، إذن فيه أشغال في بعض الحالات غير منطلق فيها، الأشغال مازال ما بدات فيها، وكان بعض الأجزاء أخرى وإن كانت ما كانش فيها مشاكل الطريق تم ازدواجيته بالكامل. إذا لاحظ هنا جزء غير مكتمل، ونمشي في الطريق هذا، وإذا كان فيه ملاحظات سوف نبديها. إذن الطريق هذا مهم جدا بالنسبة للبلديات الواقعة غرب الجزائر العاصمة، خاصة منها في الجزائر ولاية الجزائر وكذلك في ولاية البوليدة، اللي يصبح منفذ هام جدا للطريق يعني نحو شاطئ كورونا العباس وشاطئ شواطئ نتاع غرب العاصمة. إذن هذا الطريق أصبح هو المنفذ الأساسي، وكان يعرف الطريق هذا في فصل الصيف كان يعرف حركة اختناق مروري كبير جدا، كانت الناس هنا ضيع ثلاث ساعات أربع ساعات غير في العشرين كيلومتر هذه اللي كان طريق يعني غير مزدوج، وكان توافد كبير للمصطافين نحو كما قلنا سواحل وشواطئ زيرالدا وسطاوالي انطلاقا من بلديات الواقعة غرب العاصمة في ولاية البوليدة وكذلك في ولاية الجزائر. الآن الطريق هذا راح قيد الازدواج، وهنا لاحظ مثلا أن الطريق هنا تم ازدواجيته ووضع الشريط نتاع التير بلان سنترال في الوسط، وكذلك وضع لي بليسيير دو سيكوريتي من الخرسانة، الشيء اللي يعزز يعني الأمان بالنسبة للسيارات. وهنا فيه بعض المحولات على طول الطريق هذا. هنا رانا وصلنا للدقيقة الرابعة من الطريق، يعني حوالي 5 كيلومترات مشينا، ولكن هنا فيه الشمس مقابلة. إذن هذا هو، ما تروحوش، نخليكم تتابعوا الفيديو يعني يعني يمشي، مازال فيه 12 دقيقة إلى منتصف الطريق، وسوف نشاهد الجزء الثاني 16 دقيقة الأخرى اللي يعني النصف الآخر إلى حدود بلدية تسالى المرجى. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو، ومشاهدة طيبة والسلام عليكم.